كمان في هاشتاج ترند كبرت ولسه. الله كبرت ولسه ايش تسوي؟ رؤى كبرت اللي فيها ايه اي انا طلعت فيها على طول. كبرت ولسه يعني من الاشياء اللي كنت اسويها وانا صغيره وستيل اسويها للان، احب الون. تلون؟ لحظه لحظه لحظه، انا سمعتك بتتكلمي في التليفون قبل ما ندخل، ايه؟ وطلبتي قائمه الطلبات بحلويات واكلات كنا ناكلها زمان واحنا صغار، ما صارت موجوده، ما تقدر تقول شيء كلها براند، ما حتقدر. بس يعني تعرفوا هذيك اللبانه اللي فيها طبعه، انا مسميتها ابو دب، لبانه ابو دب. طلبت لبانه ابو دب، طلبت الجمبري الياباني، طلبت الشطه، حتى الايس كريم اللي فيه شوكولاته من فوق ما بقول اسمه اللي هو البرتقال وفيه الاثنين بريال. الى الان انت حتلاقيها هذه الحاجات يا رؤى موجودة؟ في 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 بقالات كده بعيده مره في زوايا تقدر تلاقيها. انا طلبت عاد من فين يجيبوها؟ يعني هذا اللي تحبه رؤى. انا احب الون. شوفي هذا التلوين اللي هي الدفاتر حقت الصغار تكون مساحاتها كبيره، هي اللي استمتع بصراحه فيها بالتلوين، واحب الالوان الخشبيه بصراحه. هذه يدك؟ لا تقول ستريس، لا انا ما هو من باب تفريغ ستريس ولا اي حاجه، بس استمتع اني الون. ودائما اتخانق انا وبنتي على التلوين، ماما انت هذه الصفحه، لا انا هذه الصفحه. حلو. وانت هذه الرسمه وتقعد تساومني احيانا. انا الى الان اعيش في زمن الطفوله، اعيش في على الاشياء القديمه، الثمانينات التسعينات، فوازير شريهان، اناشيد اطفال المدينه، الى الان الاغاني حقت الفوازير اسمعها. هذه ايش هي الاغنيه؟ مين هذه؟ يا غالي. حلوه. هذا طرب. انت لسه لا انا ماني فيها هنا، هذا اقدم مني بكثير. تسمعيها الان؟ بس هذه اغاني يا بابا يا غالي و... وزهرتي يا زهرتي و... واناشيد عهود. ايه هذه كلمه انت ترى مو انا، هذا سنه 99 1399 فلا تكبريني اكثر من كذا يا عبير يعني. فمش انا، وطبعا فوازير شريهان الى الان اتفرج على الف ليله وليله. طبعا الاشياء القديمه اسطوره، الاغاني المسلسلات الحاجات القديمه اقدرها جدا وتاخذ مساحه كبيره من حياتي. يعني يسالوني عن اي اغاني جديده او اي شيء جديد لي الله يعني ما اعرف. ايوه انا اكثر واحده بتعاني في الاغاني هذه بالذات، عبير مره مودرن يعني ماني ما اعرف هذه الاغاني بتجيبوها من فين، اقول مين هذول الناس من فين طلعوا يعني. مره تضايقيني. طيب انت ايش تسوي الى الان يا عبير؟ انا الى الان اشوف فيلم هاري بوتر. هاري بوتر اوه اوكي. يعني انا من الناس اللي كبروا على هاري بوتر. طبعا هذا الجزء الخامس، الجزء الخامس. حافظه كل اجزاء. وامس على فكره ريم بعد ما رجعنا حطت هاري بوتر. تفرجتي عليه في الليل؟ بعرف ان هوم الون اقدم بكثير. هوم الون اقدم بكثير بس هاري بوتر كان بداية مراهقتي، عرفتي، وكذا شيء جديد، وانا مرة احب الخيال والاشياء اللي فيها اماجن و ولا ولا والبريتش اكسنت قفطتني. مرة يعني اكثر حاجة نحب الى الان والنظارة. صح النظارة يعني من الواضح يعني عبير. نشوف كمان تغريدات الناس ايش الاشياء اللي كانوا بيعملوها هم صغار وكبروا عليها لسه بيعملوها. اخاف اذا تروحت حطيت شامبو احس في جنبي بيضرب ظهري. اوكي على فكره صح. انه ما تقدر تغمض عينك لوقت طويل تحس انه في شيء. ها لدرجه احد قال لي عاجبني شايفه، قلت الله يشوفك. اوكي ما نعرف نرد. ها من الخوف لازم اخلي لمبه غرفتي شغاله. صح في ناس كذا كثير الين الان. انا لا طبعا انا مره ها هذول زي يا الله هايدي يتفرجوا على المسلسلات القديمه. هايدي كبرت لسه في عين امي طفل. طبعا اوه ساكيوت. اكيد ابشرك لين لما تعود طفلا همه الوحيد كيف يقضي يومه بين العابه. مظبوط والله كلام سليم. يصير همك الوحيد في الحياه ان انا كيف العب وانبسط بس وخلاص. الله ايش في احلى من كذا. عشان كذا بقول لكم خلي العالم يحكموا الاطفال. تتذكروا زمان لما قد ايه كنا بس نبغى نكبر؟ ايوه. ودحين نبغى من جد نرجع نصغر؟ ما نبغى نصغر بس انه ما نبغى يعني لا نبغى نرجع نصير اطفال. المخرج يبغى كمان يلعب يرجع طفل. ما هو والله شكله المخرج كان يلعب بالبيلة في الحاره. لكن الفكره انه قد ايه دحين من هموم، مشاكل شغل، المسؤولية. ضغط المسؤوليه من جد المسؤوليه. صرتوا كذا تحسوا انكم لا يا ريتني ارجع صغير زي ما كنت، ولا اتمنى هذه الامنيه نهائيا. صح ولا لا؟ مصبوط. يمكن الشعور انه احد ثاني هو اللي كان يتحمل مسؤوليتك، ما تكون انت مسؤوله عن هذا الحمل الثقيل انه احد ثاني يشيله عنك. صحيح. بس انا بصراحه مبسوطه انك كبرت. والله؟ اي والله. لا انا ابغى ارجع طفله. والله معاكي، انا مبسوطه اني انا وصلت لهذا العمر ولهذه الاستقلاليه.
أيوة أرجع المدرسة كمان بيسألوني ترجع المدرسة، أيوة أرجع المدرسة. سنة كم ترجع؟ أرجع صف تاني ابتدائي. يا لأنه في أولى كان كنت أنضرب مرة وعادي كثير. تصحي الساعة 5 الصباح 5 ونص الصباح عادي جدا. أي. عادي جدا. أي. كنت أروح مشي إلينا المدرسة، كان شيء جدا حلو ممتع بالنسبة. وكنت كنت أخلي مامتي الله يرحمها تحل لي واجباتي. والله أتذكر كنت أخليها تحل الواجبات يعني كانت. كيف طلعت شاطرة تبع عبير؟ ما أدري ترى أنا جتني يعني كنت شاطرة بعدين جت مرحلة كنت انتكست الحالة. أيوة مرة. أي. سيئة عين صابتني عين. هي عين بعدين رجعت الحمد لله يعني شديت حيلي خصوصا في الجامعة. أول ما تدخل الجامعة كده رحت شد حيلي بس حلوة الطفولة. عموما مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل.